كله بقى موحد أغيته في ربنا بناه، وده إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل صلى الله أن يحقق هذا الأمر. وأول أمر الثاني الناس بيقوم لكلكين بيقوم سرورية ولا أخوان مسلمين ولا فكت منهم واحد من الاثنين، يعني ما بتلقى غير المردودة أبدا. ليه؟ لأنه يا أخوان المنابر مكفولة، إلا الحلقات دي إلا الأسواق في الجامعة تلقى ورقة معلقينها، فهمت الحاصل؟ تلقى معلقينها أنصار السنة في مدرمان هناك كاتبين له ورقة لا يجوز التحدث، لا يجوز عديل، لا يجوز ده دين يا أخي. لما تقول لا يجوز ده أنت معايا، أنا صرت أشوف الشدة للدين. والله يا خير الصوفية وعلي يقول ورقة بيقولوا يمنع منعا باتا الكلام في المسائل الخلافية، مع إنه دي ما المسائل الخلافية يا مسكين، دي المسائل اللي بتجيب التوحيد ذاته اللي بتجيب الوحدة بين الأمة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو الإسلام، هذا التوحيد ده حبل ربنا سبحانه وتعالى. أنصار السنة يقول لك لا يجوز الكلام في هذه المسائل التي تفرق الناس. ظل مسكين لأن هذا الرجل وهؤلاء الشرذمة من الناس باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، فهمت؟ فربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة وفرض على المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب في هداية الإنسان. يا أخي تدار الهداية ولا ما دايرة؟ دار الهداية من الله ولا ما دايرة؟ ربنا قال لك إذا أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تهدى إلى الحق. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب في رحمة الله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى إذا دار يكتب لك رحمته ودار ينزل لك رحمته التي وسعت كل شيء فعليك باتباع هذا الرسول الكريم. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب في أن ترافق النبيين والصديقين والشهداء في أعلى الجنان. في ظل مدار الخير ده ناس، في ظل مدار ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في أعلى الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النعيم العظيم، أنعم الله عليهم نعيم الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة الرسول قال لك في ناس بيأبوا الجنة بيأبوا عديل، أسأل لو جيت ليزول قلت لي أخي دار الجنة ولا ما دايرة إلا يكون زول فاكة منه صامولة ولا زول مجنون يقول لك أنا ما دايرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. شوف خليك منتبه، البيابة ده منه ما في زول بيقول لك أنا ما دايرة الجنة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه إلى أن الإنسان يمكن أن يقول بلسانه أنه يريد الجنة ولكنه يخالفها بقوله وأفعاله، لذلك قال إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ ولأن الصحابة كانوا متفطنون طوال سألوا سؤال البيابة منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الصوفية الليلة أبو الجنة، عرفتها ببساطة كده أبوها. ليه؟ لأن الصوفية دعوا الناس للشرك بالله عز وجل ودعوا الناس للكفر والإلحاد والزندقة. يقولوا يا أخي شيوخهم بيعلموا الغيب وشيوخهم بيحيوا الأموات وشيوخهم بينزلوا المطرة وشيوخهم بيدوا الجنة ما خلوا حاجة حقت ربنا سبحانه وتعالى إلا ادوها لشيوخهم وربنا جرد هؤلاء جردهم من أن يمتلكون القطمير. قطمير ده اللفافة بتاعت المصاصة دي اللي بتاكلها دي ما بيملكوها. تقول لي يا أخي مشوا يدوا الجنة ويحيوا الأموات كما جاء في كتاب ظاهر الرياض بتاع عبد المحمود الدائم، رجل طابت النفوس له طابت، بالله طابت ولا فتريده؟ قال 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 دخل بلدة من البلاد أظنها سنار، قال فقالوا له نريد كرامة، دارين كرامة. يا أخي الدين ذاته أنت بتخش إلا بكرامات؟ أنت ظل مسكين ولا شنو؟ الدين إلا بكرامات؟ الدين ده يزل بالكتاب وبالسنة بفهم السلف الصالح إلا تعرف هيك كرامة عشان تخش الدين؟ قال له تورينا كرامة. قال لهم طيب دارين شنو؟ قال له تحيي لنا ميت
تحيي لنا ميت يا هذول. الميت يحيو بيحيو زول بشر خلقه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحيي يا اخي. قال لهم فاختاروا لي قبرا. قال لهم ايش اختاروا لي قبر؟ قالوا فاختاروا له قبرا. فذهب اليه فقال قم يا فلان. فقام ثم رجع مره اخرى. والله الكلام ده موجود في كتاب ظاهر الرياض. اصل الكلام ده بصدقه زول عاقل. خليك من زول عنده دين. ده زول عاقل بصدق الكلام ده يا اخي. ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. ربنا قال شنو؟ قال كلا انها كلمه هو قائلها. ما في رجوع يا زول. النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح قال انا اول من تشق عن جمجمته الارض يوم القيامه. الرسول عليه الصلاه والسلام ما بقوم يا زول. فهمت؟ وسي في ناس بيقول لك الرسول بيجينا يغضب. بيجيه يغضب انت زول؟ قال له شغل ده لعب ولا شنو؟ الرسول قال لك انا اول زول بيقوم من القبر يوم القيامه. اول زول النبي عليه السلام كما قال القادري هذا المجرم الافاق. والصوفيه باختصار كلهم مجرمين والله الذي لا اله غيره. رضي من رضي وابى من ابى. الصوفيه دعوا الناس للشرك والكفر والالحاد. ونحن ندعوك ان تمسك بالله سبحانه وتعالى وان تلجا لله عز وجل وحده لا شريك له. ما عندنا لك حاجه غير كلامنا. ما عندنا لك اي لا ندعوك لحزب لا تعال ابقى معانا. فهمت؟ زي جماعه انصار السنه ولا الاخوان المسلمين ولا البلاغاتيه ولا اطلع معانا 30 يوم و40 يوم وشايل حلل تلقى الجامع كله سراويل ملاني يا زول ظهر بجامع مكشوحه. يا زول الدين شنو؟ ما عندنا لك اي تسجل في جماعه ولا احزن. تيجي تشتغل هنا يا تسمع الكلام وتبقى ساكت ما تقولك ساي وتنقلك. نحن بنديك ايات واحاديث. والصوفيه ده من زمان العلماء كشفوها لك من زمان. العلامه الطرطوشي عليه رحمه الله كما نقل القرطبي في التفسير. فهمت؟ ده اللي بيتوجه به هذا المجرم محمد المنتصر. يقول لك كما قال القرطبي في تفسيره ابن عباس. طيب تعال كما قال القرطبي في تفسيره في الايه في سوره طه. موسى عليه السلام لما قال للسامري الا تتبعن فقد عصيت امري. قال سئل العلامه الطرطوشي قيل له ما رايك في مذهب الصوفيه؟ رجال قال ياكلون ويرقصون ويضربون. قال يا هذا يرحمك الله إجابة بسيطة. قال الصوفية ضلالة وبطالة وجهالة. ثلاثة كلمات بس تفرتك الصوفية من هنا لفيروز أباد. فهمت يا أخي؟ الصوفية ما عندها علاقة بدين الإسلام أبدا. ما عندها علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد. ويقول لك أكبر صوفي ذاته منه؟ منو يقول لك أكبر صوفي؟ يقول لك الصوفية دخلوا الإسلام في السودان. إنت قاعد في تاريخ وشيوخك ذاتهم. شيوخك إنت اللي بتمدحهم والمدحهم والبرعي ذاتهم. هم قالوا شنو؟ قالوا الصوفية دخلت في القرن ياتو سنة 900 وحاجة هجرية عن طريق المدعو تاج الدين البخاري. دخل الطريقة القادرية في البلد دي. والإسلام دخل في السودان سنة كم و30 هجرية عن طريق صحابي جليل. فهمت؟ اسمه عبد الله بن أبي صرح. ده دخل الإسلام هنا. وين الفجوة الفرق بين 930 كم سنة جاسي؟ 9 قرون 900 سنة. 900 سنة البلاد دي إسلام بتاع الصحابة. لا في نوبات، لا في حجبات، لا في طارات، لا في موالد، لا في حوليات، لا في جيم بتاع صوفية. ما في. لما جو التجانية يا داب دخلوا الإسلام، دخلوا فهمت الشرك ودخلوا الكفر. وده ياتوا إسلام ذاته. ده ياتوا إسلام ودخلوا الصوفية. فهمت؟ جاء في كتاب طبقات الكبرى. قال واحد اسمه محمد الحضري. فهمت؟ ده واحد من الاولياء بتاع الصوفيه. قالوا له تعال اخطب لنا خطبه. دارين خطبه. فهمت؟ الزول يخطب لهم خطبه في المسجد. قال فصعد المنبر فحمد الله ثم اثنى عليه. اسمع ده دين الصوفيه دخلوا، لانه وريك دين الصوفيه دخلوا. قال فحمد الله ثم اثنى عليه فقال اما بعد فاني اشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام. ده دين دخلوا الصوفيه؟ يهود الدين دخلوا الصوفية في البلد دي؟ عشان كده يا اخواننا بصراحة اوعى تبقى صوفي ولا تطبع لك لطريقة ولا تطبع لك لحزب ولا لأي طائفة من هذه الطوائف المجرمة. والله ربنا سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى أبدا ما داري له تفرق ولا داري له جماعات. ربنا داري جماعة واحدة وهي جماعة الإسلام، جماعة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بطريقها وأن يسير الإنسان على نهجه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال فإنه من يعش منكم، ده
الرسول وراك قبل 1500 سنة، وراك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك هذول بيعيش بير اختلاف، فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. يا هو الاختلاف اللي الحاصل كم طريقة صوفية، تيجانية، سمانية، برهانية، نقشبندية، كل الطرق فهمتها، وغيرها من الأحزاب بتاعت الجماعات الأخوان المسلمين وغيرهم من الشيعة والبلاغاتية، دي كلها طرق تصد عن دين الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك شنو؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ده الطريق اللي بنجيك في الدنيا وفي الآخرة. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الأستاذ مرين.